مهما تحدثت وتكلمت عن الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له وعن الشيخ خليفه بن زايد النهيان الله يرحمه ويغفر له، والان ايضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدور الله يحفظه، هم ماشيين على نفس النهج انهم يقدمون يد العون والمساعده لجميع البشر على مستوى العالم بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللون. الحمد لله نلاحظ دولة الامارات دائما سباقه وفي المركز الاول، ودائما نحن نكون متواجدين في كل الاماكن بالذات الاماكن اللي تجيها الكوارث الطبيعيه لا سمح الله مثل الزلازل والاعاصير. الحمد لله نحن نلاحظ الان المخيمات الاماراتيه الموجوده سواء مثل المخيم الاماراتي الموجود في الاردن في بلد جبل الهود، هذا يعتبر فندق ما يعتبر مخيم. نحن في المخيمات اللي عندنا مش بس الهدف ان نستضيف الناس ونوفر لهم الاكل والشرب فقط، نوفر لهم الاكل والشرب التعليم العلاج. فالان الحمد لله نحن مخيمات مثل ما تقول يعني فنادق عندنا في الاردن، عندنا في الاربيل، عندنا في اليونان، نقدم كل انواع المساعدات، وفي نفس الوقت ايضا نخلق فرص عمل للموجودين في المخيمات انهم يدرسون في نستخدمهم في مجال التدريس انهم يكونوا معلمين بعضهم، وايضا بعضهم المتخصصين في مجال الطب نفتح عيادات في هاي المخيمات انهم ايضا يشتغلون في طاقم طبي في هاي المخيمات. مبدا الاستدامه سعادتك. نعم. في تقديم المساعدات. سعاده الاستاذ محمد، يعني اللجوء القصري للتو الاستاذ خالد يتكلم يعني هي مشكله عالميه في تفاقم، بمعدل كل ثانيتين يزداد 3 أشخاص ينضموا إلى قافلة المهجرين، إلى قافلة اللاجئين. اليوم هناك مثل عربي يقول يد منفردة لا تصفق، يعني كل ما تضافرت الجهود كان هذا أفضل. حدثنا اليوم عن تضافر الجهود الدولية لتخفيف من معاناة هؤلاء الملايين. نحن الحمد لله في دولة الإمارات دولة الخير دولة العطاء. اللهم لك. من عهد المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، وايضا الشيخ خليفه بن زايد النهيان الله يرحمه ويغفر له، وايضا الان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدور الله يحفظه. نحن دائما سباقين في تقديم يد العون والمساعده للجميع. ودائما نحن عندنا نظام الاستدامه، ان مش الفقير بس نطعمه، وانما ايضا نخلق فرص عمل. ندرب الفقراء الموجودين في سواء في المخيمات او خارج المخيمات، نخلق فرص عمل، وكل حسب الحاجه الموجوده في كل دوله. مثلا اذا دوله زراعيه نحاول نخلق فرص عمل في مجال الزراعه، اذا دوله تقنيه نحاول نخلق فرص عمل في مجال التقنيه، في مجال الكهربائيات او الميكانيكا. طبعا الناس تهاجر ليش؟ تدور لقمه العيش، تبحث عن لقمه العيش. فاذا نحن وفرنا لها لقمه العيش في بلادها الناس مستقر. وهذا الشيء لو لاحظ الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له دائما كان يسعى، ونفس الشيء الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه ويغفر له، وايضا الان صاحب السمو الشيخ محمد زايد النهيان الله يحفظه، انهم دائما يحاولون يخلقون فرص عمل للبشر في مستوى العالم. فضروري نحن نتضافر الجهود، تضافر جهودنا ان نحاول نخلق فرص عمل للبشريه على مستوى العالم. والحمد لله الدنيا فيها الخير، والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وخلق فيها. أستاذ محمد، يعني مشكلة اللجوء، فلنأخذ مثلا مريجيب الفود كمثال. نرى نلاحظ أن اللجوء هو بعض اللاجئين يعتقدوا أنهم سوف يجلسوا لشهر شهرين، لكن هذه المدة تطول وتطول كثيرا. هنا دعنا نتكلم عن التعليم والصحة، ولنأخذ مريجيب الفود في الأردن، مخيم مريجيب الفود كأحد هذه الأمثلة. حدثنا عن جهودكم في التعليم وفي الصحة تحديدا. هو الله يسلمك، نحن في مؤسسة خليفة بن زايد الهيئة للأعمال الإنسانية، أول مؤسسة المؤسسة في 2007 الشيخ خليفة بن زايد الهيئة الله يرحمه ويغفر له، ركز على التعليم وعلى الصحة على شيء يركز. طبعا أنت إذا تعلمت الإنسان وكان في الصحة وعافية يكون شخص منتج. فالتعليم جدا مهم، والتعليم بالذات في الدول الفقيرة تركز على التعليم المهني. ليش التعليم المهني ما تروح التعليم التقليدي اللي هو المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية؟ يعني هاي بياخذ لك 12 سنة. في التعليم المهني تاخذ لك برنامج 6 شهور إلى مدة سنة بحد أقصى. وخلال المدة هاي الشخص يكون شخص منتج، شخص عنده مهنة. ما يبحث عن وظيفة حكومية أبداً، وإنما الحكومة تكون تبحث عنها، الشركات العالمية تبحث عنها، الناس الأشخاص التقنيين.
وهاي وظائف صارت يعني قليلة لمستوى العالم الآن. فنحن نركز جهودنا في التعليم المهني على مستوى العالم بنوقف الهجرة اللي صارت في العالم الآن. يعني الآن مثال بسيط، القارة الأفريقية، القارة الأفريقية قارة فيها الخيرات ما شاء الله، الأنهار والمعادن وكل شيء موجودة ما شاء الله فيها، الأراضي الخصبة. ليش ناس هاجر من أفريقيا تروح أوروبا؟ لأن تبحث عن نقمة العيش. فلو نوفر لها الفرص في دولها ما حد بيهاجر. الآن أفريقيا قارة أفريقيا قارة الخير ما شاء الله، إنتاج العالم كلها أكلها وشربها من أفريقيا. صحيح، هي سلة العالم. بالضبط، صحيح نعم. فلو نركز جهودنا بالطريقة هاي نحن بنكون حل لنا مشكلة الهجرة اللي صاير الآن. بالعكس، شوف الناس بتروح لأفريقيا تعيش حالتها في أفريقيا. صحيح. ونفس الشيء في آسيا، فيها فرص كثيرة جدا ما شاء الله، فرص موجودة. والله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلق فيها الفرص. صحيح. فنحن مثلا فضلت قبل شوية نحن نفكر يعني خارج الصندوق دائما، ما نكون تقليديين. والله اللي كانوا المرأة والطفل دائما على سلم أولوياتكم في العطاء، حدثنا عن هذه الأولويات وعن مكان المرأة والطفل منها. في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الأم، ووصى والله سبحانه وتعالى في القرآن أوصى على الوالدين. طبعا الأم هي مدرسة، الأم هي اللي تربي، الأم هي اللي تجهز لك وتأهل وتعلم الأجيال المستقبل. فالأم جدا مهم التركيز على دور الأم، وبالذات في المنزل أنها تربي الأولاد وتعلم الأبناء وتأهلهم، وأيضا مبع مع التعليم تعلمهم أيضا الأدب والأخلاق في نفس الوقت. صحيح. يعني التوجه العالمي الآن يعني مو بس إنسان يتعلم، متعلم يكون وصادق في نفس الوقت، متعلم يكون وجاد في نفس الوقت، عرفت كيف؟ فنحن حتى في مشروع عندنا مبادرة التعليم المهني عندنا في عدة دول، نلاحظ الطالب يكون مميز في التعليم المهني في المثال يعني في ميكانيكا السيارات أو الكهربائيات أو في مجال الزراعة، بس لاحظنا عليه يمكن ما يعرف يقرأ ويكتب، فدخلنا اللغة العربية نعرف أو الإنجليزية أساس يعمل فاتورة، دخلنا في نفس الوقت أيضا الرياضيات أساس يعمل الحساب، ودخلنا مادة التربية الإسلامية أو الأخلاق إنه يكون صادق في نفس الوقت.